فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل العاتق عورة في ذاته يجب ستره؟ لا، ليس عورة، لكن في ستره عمل بالحديث، لأنه والله أعلم إذا ربطه بعاتقه هذا يثبت السترة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.